السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهاتف الجديد دعم الحصيلة اللغوية 102 على بركة الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة, واللي ما عرفش يشترك في القناة كاين واحد الفيديو يعني واحد 4 أيام هذه باش حطيته كيفاش دير جيميل في دقيقة واحدة وبدون رقم الهاتف. طبعا نقراو هذا النص بشوية علينا. كلما اشتدت وطأة تأثير التكنولوجيا نقراوه بتأنين كذا باش تقدرو نجاوبو على النص بعدا, نكونو فهمنا النص بعدا. لأشرح بالضد الكلمتين الآتيتين نظرة أو نظرة حميمية. إذا نظرة كثرة, حميمية عدوانية قاسية. ميز الكاتب بين الهاتف القديم والهاتف الجديد. عد إلى النص واستخرج العبارة الدالة على ذلك. إذا هو هذا المميزات. إذا نقولوا قد تطورت من مجرد أجهزة بلهاء بسيطة إلى أن أصبحت تمثل تحديا حقيقيا للاستخدام, وسيكون الجيل الثاني منها أعلى قدرة. إذا العبارة هي هذه, تأخذها من هنا هذه, وقد تطورت من مجرد أجهزة بلهاء بسيطة إلى أن أصبحت تمثل تحديا حقيقيا. لأن مقارنة بين الماضي والحاضر, كانت ماضي كانت أجهزة بلهاء, دابا أصبحت أجهزة متطورة. إذن أستخرج من النص العبارة التي تحدد الأداة التي تساعد الإنسان على تسهيل استخدام الهاتف الجديد. إذن هذه العبارة. وبالرغم ذلك فتكنولوجيا الكمبيوتر ستسهل استخدامه. إذن شنو الأداة اللي غادي تساعدني؟ هي تكنولوجيا الكمبيوتر. استخرج من النص الألفاظ الدالة على التكنولوجيا والألفاظ الدالة على الاتصال مستعينة بجدول. أو ندير واحد جدول بحال هكا, نقول ألفاظ الدالة على التكنولوجيا, الحوسبة, سميتو أجهزة, كمبيوتر, رقمي, التلفزيونات, هذيك الرقمية مفصولة على التلفزيونات. ألفاظ الدالة على الاتصال, اتصالات, الهاتف يرد, الشخص المطلوب, ماشي المطلوب, المطلوب, رسالة, صوت. دن باش نمرو نمشيو بسرعة. بغيتي تبقى تنقل وقف فيديو وشوف مع لا خاطرك. إذن أنشطة أشكل من أول نص إلى التكنولوجية الجديدة. نشوفو هنا تما. نعم, إذن كلما اشتدت هنا, دائما كنقول لكم ديروا هذيك همزة وصل هنا بحال شكل ميم صغيرة, حيت ما عنديش كيفاش نديرها هنا فوق الألفات. أي ألف بان لكم ديروها. إذن كلما اشتدت وطأة تأثير التكنولوجيا في اقتصادنا ومجتمعنا أكثر من ذي قبل. نعم, خاصة واحد الفتحة الكسرة تما, من ذي قبل. وجدنا أن السمة الوحيدة الثابتة في حياتنا هي التغيير. إلا أن ندرة من الناس هي التي يمكن أن تفهم طبيعة ذلك التغيير على نحو صحيح. وحتى هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم على صلة حميمية بصناعة الحوسبة والاتصالات, تنتابهم الحيرة أمام ذلك الشلال الهادر من المنتجات التكنولوجية الجديدة. إذن شوية عليكم, أنا بختارت هذيك, يعني أنت كتنطق هذاك الشيء صحيح, ولكن ملي كتبغي تشكل كتشكل خطأ. نحاولوا نشوف شوية علينا. نعم, استخرج من النص ماذا؟ فعل ماض مبني على الفتح, ها هو. اشتدت, فعل ماض مبني على السكون, ها هو. وجدنا, فعل آخر مبني على الضم, ها هو. فعل ماض مبني على الضم, ها هو. فعل أمر, هذا ماض, إذا نبغى نزول أمر, فعل أمر مبني على السكون, إذا ها هو. تذكر, إذا اشتدت, وجدنا, وجدوا, تذكر. جيم فعلا مضارعا مرفوعا, مكتبشوش, غادي نرجع ليه, ماشي مشكل. اذا فعل مضارعين منصوبين بأداة الدائرتين, هما ان يشعر كي يترك,
انا غادي نكتب لكم ذلك فعل مضارع مرفوع فعلا مضارع منصوب بان مضمره هو هذا ليستمع. صافي انا نمسحوا هذا لان الفعل المضارع مرفوع هو يمكن وفعل مضارع فعلان فعلان ماشي فعل فعلان او استخراج فعلا مضارعا هذيك فعلين لان استخرج فعلين استخرج فعلين مضارعين منصوب بأداة ذاتين ظاهرتين ان يشعر مهم هادو راه قلناهم فعل مضارع. اذا نمر ركب افعال الاتي في جمل تكون فيها منصوب بان مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وفاء السببيه. مثلا هنا نقولوا لك يمضي نقولوا ارتاح المسافر قليلا ليمضي الى وجهته بعد ذلك. فاء السببيه لا تسرف في الملذات فتفتقر عند الحاجة. يعني لا تسرف في النفقات وفي يعني في شراء أشياء تافهة فتفتقر عند الحاجة. المهم هذا غير تركيبيا راه الجملة صحيحة. وحتى الدالة على أجل حتى لا تتدخل فيما لا يعنيك حتى يدعوك صاحب الشأن. نعم نعم. اذا حول الفعل المضارع مع اداه نصبه الى مصدر في الجملة. عندنا يدعو الصوت الرقمي الطالب كي يترك لكي يترك غادي نحيدو ندير بلاصه مصدر كي يترك رسالته. اذا يدعو الصوت الرقمي الطالب لسرق رسالته. الجمله الاخرى من الطبيعي ان يشعر رجل الاعمال العادي أن يشعر رجل الأعمال العادي بالارتباك. نقول من الطبيعي شعور رجل الأعمال العادي بالارتباك. إذا شعور أن يشعر نديرو شعور نديرو مصدر. تتجانس التكنولوجيات لتكسب الهواتف الجديدة أو لتكسب الهواتف الجديدة صفات متقدمة. إذا تتجانس التكنولوجيات لكسب لتكسب لتكسب الهواتف الجديدة. إذا لكسب الهواتف الجديدة. أما لكانت لتكسب غادي لكانت 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 تقرب حلقة. إذا الجملة الأولى كنقولوا لاكتساب عندي صحيح يعني ذكر الفعل لتكسب لتكسب فعلا كانت لي كسبت اكتسبت إذا صحيحة. إذا صحيحة فعل كسب كسبون لكانت اكتسب هي عندي اكتساب إذا صحيحة. استخرج من النص أسماء مبنية ضمير اسم موصول اسم إشارة. المهم حنا الضمير هي كاين هي كاين هم كاين هو هاديك هو ضمير متصل بحال اش مثلا هو بحال تريده. الاسم موصول عندنا الذي هي اللي لقينا موصول ما بانش ليا اللاتي ولا ذاني ولا شي حاجه هكا. اسم اشاره او اسماء اشاره ذلك هؤلاء تلك. نعم ميز مبني المعرب من الاسماء في الجمله الاتيه يا بلادي كم يتغنى بك الناس. الاسماء مبنيه يا متكلم هذيك بلادي محفظتي بلادي إذن ياء متكلم وكم وكاف هذيك بك بكي بكي كاف مخاطب. أسماء المعربة عندنا بلاد وعندنا الناس جوج. وبالنسبة لهذاك راه فعل مضارع راه ما حنا ما نطلبوش من الأفعال من الأسماء. إذا سيتم إنتاج هذا إعراب. إذا سيتم إنتاج الهواتف في آلاف من الأشكال. س س السين حرف تسويف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. انتاج يتم عفوا فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. انتاج فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف. الهواتفي مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على
اخره، فيه حرف جر مبني على السكون لان داك الياء سكون ميت لا محل له من الاعراب. الاف اسم مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة على اخره. من حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ثم الاشكالي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على عندنا. شوفوا على خاطركم باش نقول لكم صلوا على رسول الله.